السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها أو حل مشكلة الحروف المقطعة في ويندوز 10. طبعا على سبيل المثال لدي ملف تكست، هنا أقوم بكتابة كلمات بالحروف العربية. على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كما ترى أمامك. عندما أقوم بإغلاق الملف وفتحه مرة أخرى يظهر لي بإشارات الاستفهام. وكذلك الأفلام عندما تقوم بمشاهدتها بالترجمة، على سبيل المثال في برنامج VLC تظهر لك الترجمة بالحروف الغير مفهومة، يعني رموز ليست إنجليزية، حروف لا أدري ما هي. فحل هذه المشكلة سهل جدا، فقط بالانتقال إلى الكنترول بانل، تقوم بالانتقال ب أو فتح الكنترول بانل بأي طريقة يعني تفضلها. بعد ذلك وبعد الدخول إلى الكنترول بانل سوف تذهب إلى الكلوك أند لانجويش، يعني هنا كلوك ولانجويش، ثم بعد ذلك تختار هذا الخيار. الآن ستذهب إلى هذا الخيار وتضغط على Change System لغة، ثم بعد ذلك من هنا تختار اللغة العربية على حسب البلد الذي أنت متواجد فيه. سأختار هنا Arabic Libya واختار أوكي. بعد ذلك تضغط على Restart Now ليتم إعادة تشغيل الحاسوب، فسأقوم بإعادة تشغيل حاسوبي وسترى كيف أن المشكلة قد تم حلها. إذا مشاهدي الكريم عدت إليك بعد إعادة تشغيل الحاسوب، الآن سنقوم بالتجربة على نفس ملف. لاحظ عندما أقوم بفتحه فلا تزال كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بإشارات الاستفهام، لنعيد كتابتها مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم هكذا، وأقوم بإغلاق الملف والضغط على سيف. الآن عندما أفتحه مرة أخرى تبقى كما هي الكلمة بدون أي تغيير، وحلت المشكلة بنجاح. شكرا لحسن متابعتكم، ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك زيارة مدونتي الرسمية thtreevw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.